إذن المرة اللي فاتت إحنا اليوم هو محاضرة تكملة لتشابتر 15، اللي هو تشابتر 15 كان عندنا بيحكي عن الأكتيف أوب أم سيركتس أو أكتيف فلترز، اللي هما بيسكلي بيدخل في تكوينهم اللي هو الأوبريشنال أمبليفاير. وقلنا ليش إحنا رحنا من الباسيف إلى الأكتيف، ليش احنا من الباسيف للاكتيف؟ كان الهدف انه الباسيف عنده some shortcomings، عنده some يعني limitations. ايش هم limitations؟ اول limitation انه اذا انت بدك band pass filter or band reject filter في الـ configuration في RLC circuit. ودائما قلنا عن الـ L هو noisy element و heavy element، تمام؟ فدائما نتجنب انه نستخدمه. طيب اذا انا اذا بدي باند باس وباند ريجكت، شو الحل؟ بقدر استعين بالاكتيف فلترز. الاكتيف فلترز يو كان بيلد ذا سيركت ويزاوت يوزينج ذا اندكتور، هاي وحده. اثنين، قلنا انه الاكتيف فلترز they don't depend on the load، يعني اللود، موضوع اللودينج ايفكت بحل موضوع اللودينج ايفكت. يعني اللودينج ايفكت قلنا اللي هو بيغير بالريسبونس ماجنيتيد ريسبونس وبغير بالكت اوف فريكوانسي اذا انت عملت لودينج، فبحل موضوع اللودينج ايفكت. ثلاثه، رقم ثلاثه، بيعطيك مجال انه تحصل على سيرتين جين. سيرتين جين اذا بيعطيك كنترول اوفر ذا جين، كنترول اوفر ذا جين، اوكي. بينما هذا مش موجود باللي هو الباسيف فلترز. الباسيف فلترز كان الماكسيمم جين هو واحد يونيتي اذا ما كان في لود وأقل من ذلك، فأنت you don't have the control over the gain. إذن ثلاث شغلات بيساعدك الactive filter to attain. طيب إذن هذا كله. والمرة اللي فاتت تعرفنا إنه بين البيسك الinverting amplifiers اللي تعلمناهم في chapter 5 قدرنا نبني low pass filter وال high pass filter، sorry low pass وال band pass filter. فالمرة اللي فاتت شفنا هذا كان عبارة عن first order low pass filter. ومتذكرين ليش قلنا في عندي ليش قلنا كلمة first order مع أنه ما كنا نستخدمها من قبل؟ first order لأنه بتقدر كمان تحصل على second order third order fourth order low pass filter، وحنوضح في نهاية هذا المحاضرة كيف تحصل عليهم. الهدف من رفع الorder اللي هو أنه تحصل على you get close to the ideal performance، you get close to the ideal magnetic response. طيب اذا هذا الفلتر شفنا المره اللي فاتت انه احنا عملنا عليه كواليتاتيف اناليسيز وكوانتيتيف اناليسيز، وشفنا قديش الكت اوف فريكوانسي، وطلعنا وقدرنا نوصله للجنرال فورم او للجنرال فورم اللي هو اللو باس فلتر اللي كان شكله هيك. وطلع عندنا في شيء جديد اللي هو عباره عن كي وسميناه الباس باند جين. وكنا هنا بيظهر الأهمية إنه you can control. بنلاحظ إنه حصلنا عليه without inductors، we can build it without using the inductor. شفنا إذا الجين band pass gain، وشفنا الكت اوف فريكوانسي، ورحنا بعدين بنفس الطريقة. طبعا قبل ما نروح تعرفنا على ماذا، طبعا تعرفنا على إيش كمان، تعرفنا على اللي هو الفريكوانسي ريسبونس. قلنا عندي طريقة أخرى لرسم الفريكوانسي ريسبونس هو باستخدام البود بلوتس. البود بلوتس بيصير عندك الاكسس هون لوغاريتميك وهون لوغاريتميك، بيصير هون ان دي بي. وقلنا الدي بي كيف توصل على الماجنيتيد ريسبونس ان دي بي، هو عباره عن 20 لوج الابسولوت فاليو اوف ذا اور ماجنيتيود اوف ذا ريسبونس اور ماجنيتيود ريسبونس. وشفنا انه ماذا يقابل اللي هو الكت اوف فريكوانسي، كنا ننزل واحد على جذر 2 من الماكسيمم. طيب ماذا يقابله بالدي بي سكيل؟ ماذا يقابله بالدي بي سكيل؟ كنا بننزل 3 dB بتقابله، بننقص من الماكسيمم 3 dB وعندها بيكون الكت اوف فريكوانسي اللي هي بتقابل 1 على جذر 2 من الماكسيمم. طيب بعدين جينا تعرفنا على الفيرست اوردر هاي باس فلتر، وكلنا هي شكله، وشفنا كيف كوانتيتيف وكواليتيتيف اناليسيز، وقدرنا نكتبه بالجنرال فورم اللي هو الباند باس فلتر. كان هذا شكل الجنرال فورم للباند باس فلتر، وشفنا الجين باند باس جين والكت اوف فريكوانسي، اوكي. وتعرفنا على سكيلينج كونسبت. كل سكيلينج كونسبت هو بيسهل على الديزاينر الديزاين، بيستخدم المقاومات والاندكترز والكاباستر تو بي يونيتي، فبيطلع عنده يونيتي جين
وبيطلع عنده يونيتي فريكوانسي ريسبونس، فبيقدر منه بعديها يروح من البروتوتايب هذا بيقدر يصمم اكتوال فلتر، وشفنا المره اللي فاتت اكزامبل. طيب وشفنا شو المقصود هنا، شفنا بالرسمات كيف يعني انه دي بي، ليش بناخذ سكيل دي بي، وليش بناخذ الفريكوانسي، ناخذ اللوغاريتميك سكيل، قلنا حتى نقدر ناخذ اكبر عدد من او الرينج، نكبر الرينج اللي بنرسم بالنسبه له الماجنيتيود ريسبونس. لانه لو بدك تشتغل على اللينير سكيل، اذا بدك ترسم من بوينت 1 ل 10، اذا بدك تاخذ كل مره بوينت 1، طلع هنا بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 بوينت 5. طيب لو بدك تكمل بوينت 1 حتى تصل 10، بدك لوين تصل؟ لاخر الشاشه وما بتخلص. فانت اللوج سكيل بيعمل لك كومبرس للاكس اكسس، وبيعمل لك كومبرس للسكيل. طيب اليوم حنبدا اللي هو كان نكمل مثل ما بدانا هناك، الاكتيف فلتر، الاكتيف باند باس فلتر. باند باس ما يعرفش يعني باند باس، within a certain range، اوكي within a certain range بيدخل ال مثلا هذا الباند باس، واوتسايد ذيس كات اوف فريكوانسيز اللي هو الليميتيشن بصير عندك ريجكت، هون ريجكت وهون ريجكت، مزبوط، وهنا باس. طيب عشان هيك سميناه باند باس. هلا انا هون راسم لكم كانه بالبود بلوت، كيف بود بلوت؟ عامل لكم الواي اكسس اللي هو الماجنيتيود ان دي بي، ان دي بي يعني 20 لوج اللي هو الماجنيتيود ريسبونس في ذا بيست 10. طيب هلا من لو طلعنا احنا كيف بنفهم الاكتيف باند باس فلتر وكيف نصممه؟ بدنا نطلع على هذا الريسبونس، اوكي البود بلوت. طيب شو بنشوف؟ بنشوف يا جماعه انه مثلا عندي هون الكيد ان دي بي الماكسيمم ريسبونس، هون اذا نزلت انا 3 دي بيز، نزلت 3 دي بيز يعني كي دي بي ماينس 3 دي بي، شو بيطلع عندي هنا؟ بيطلع عندي بيعطيني الكات اوف فريكوانسيز، بيعطيني الكات اوف فريكوانسي سميناها كات اوف 1 كات اوف 2. اوكي طيب هذا بقدر يا جماعه اشوفه هو عباره عن سميشن اوف، يعني اقسمه الى نصين، هو عباره عن سميشن اوف ايش؟ بالدي بي سكيلها هو عباره عن سميشن هذا لو باس هاي باس فلتر، هاي باس فلتر زائد لو باس فلتر. انا بقدر اظهره از سميشن اوف باند باس فلتر ولو باس فلتر، تمام، باند باس فلتر ولو باس فلتر، وبنفس الوقت انا سميته يونيتي جين، بقدر اتخيله از يونيتي جين لو باس وهاي باس. شو يونيتي جين؟ الماجنيتيود ماكسيمم ماجنيتيود 1، اذا قديش باللوج سكيل 0 دي بي، هذا المره اللي فاتت شفناه كيف بيعطيني 0 دي بي. طيب هلا الهاي باس فلتر طبعا الكت اوف فريكوانسي تاعته او دبليو سي 1، واللو باس فلتر دبليو. طيب بضل يا استاذ واحد ممكن يسالني، طب دكتور كيف هذا يونيتي وهذا يونيتي، كيف بدي احصل على كي دي بي الجين؟ كيف بدي احصل على الجين هذا؟ اوكي بتحتاج الى كمان ستيج حتى تحصل على الجين. طيب اذا وي كان سي فروم ذا بلوت، انو بلوت هذا، اوكي then the band pass filter، هذا الباند باس فلتر اوكي consist of 3 separate components. طب شو هم 3 separate components؟ اول واحد unity gain low pass filter، unity gain low pass filter والكت اوف فريكوانسي تاعته WC2، هيها WC2 اوكي. طبعا شو هي WC2؟ the larger of the two cut off frequencies، اكبر وحده. طيب الثاني اللي هو unity gain هاي باند باس فلتر، هاي اليونيتي جين هاي باند باس فلتر، تمام. طيب يونيتي جين هاي باند باس هاي باس فلتر. طيب ذا سمولر، طبعا مين ال دبليو سي وذ دبليو سي 1 اور اوميجا سي 1؟ طب شو هي الاوميجا سي 1؟ اللي هي المينيمم اور سمولر، هي السمولر. اوكي اوكي الثالثه اجين كومبوننت تو بروفايد ذا ديزايرد ليفل اوف جين ان ذا باس باند، the desired level of the gain in the passband. إذا بدك كمان third component نسميه gain component حتى يعطيك desired أو حتى يعطيك اللي هو desired إيش gain، تمام. طيب إذا هذا بالنسبة ل three components، إذا these three components are cascaded in series. طيب كيف حتى أنا أحصل؟ لحظة يا جماعة، هلا بالدي بي أنتوا ركزوا معي، بالدي بي انا قسمتهم الى summation of two low high pass filter ولو باس فلتر بالدي بي، وبنعرف انه اللوغاريتميك سكيل جمع اللوج هو عباره عن، اذا بدي ارجع انا للسكيل العادي اللي هو الاس دومين، هو عباره عن ملتيبليكيشن، صح ولا لا؟ هو عباره عن كاسكيد ملتيبليكيشن كمان مره.
كمان مرة، إذا قلت لك أنا log A زائد log B هذا جمع، قدرت أقول إنه هذا مثلاً افرض هذا B هذا A، قدرت أقول إنه هذا هو عبارة عن اللي هو الجين، هذا عبارة عن log A زائد log B. طيب هذا وين؟ بدي بي سكيل، باللوغاريتميك سكيل. طيب لو بدي اياه انا بالاس دومين، شو بنطلعه احنا من الاس دومين؟ طيب بالاس دومين شو بده يكون؟ اذا هو بده يكون ايش؟ A في B صح؟ لوج A في B، لوج A في B بتقدر تقسمه الى لوج A بلس B. اذا اللي بدي بي سكيل بيتحول الى ايش؟ ملتيبليكيشن. طيب الى ملتيبليكيشن. اذا ذيس 3 كومبوننتس ار كاسكيتد ان سيريز، لانه اديتيف كومبينيشن ان بودي بلوت ها ملتيبليكيشن كومبينيشن ان اس دومين. تمام تمام طيب اذا احنا قلنا انه بقدر انا عباره عن 3 كومبوننتس، اقدر اقسمه الى 3 كومبوننتس، وقلنا اللي هو هذه الملاحظه انه اذا كان عندك اديتيف ان، اديتيف ان ايش؟ ان ذا بود بلوت اوكي لوج بيصير ملتيبليكيشن كومبينيشن ان اس دومين. طيب ممتاز. هلا بدنا هون اسامبشن اوكي. الاسامبشن شو بقول؟ فور اندبندنت ديزاين، حتى انت تقدر، لانه انت فصلت اللي هو الباند باس فيس ريسبونس الى 3 كومبوننتس، لو باس وهاي باس وايش وجين. طيب حتى تقدر تصمم البارامترز في كل واحد لحال اندبندنتلي، يعني ما يتاثر اللو باس ستيج مع الهاي باس ستيج، الهاي باس ستيج ما ياثر بالجين ستيج اوكي، حتى يكونوا كلهم يو كان ديزاين ذم اندبندنتلي. بدنا نحط الفرضيه التاليه، اللي هي الفرضيه ايش؟ انها بتقول لك السكند كات اوف فريكوانسي اور الهاير اور الابر ليميت الكات اوف فريكوانسي على اللور ليميت should be at least 2، يعني WC2 أكبر أو يساوي ضعف WC1 حتى تقدر أنت تصمم independently. هلا هذا الضعف، هذا الأسامبشن بيودي إلى إشي اسمه بنسميه البرود باند باند باس فلتر. كمان مرة برود باند، تسمعوا بالنارو باند والبرود باند. مثلا أنت بتيجي بتقول على اللي هو الراوترز بسمي كاتب لك برود باند. من هون بنضرب شو البرود باند؟ انه بكون الباند اللي بمررها الفلتر هذا برود، يعني واسع، برود باند، انت بتضمن انها اتس برود باند فلتر. اذا هذا بنسميه البرود باند باند باس فلتر. اذا هذا الاسامبشن. هلا بنشوف ليش مهم هذا الاسامبشن، انه السكند كات اوف فريكوانسي تكون ماتش هاير ذان ذا لوست كات اوف فريكوانسي. هلا ببين معنا في الاشتقاق. طيب اذا احنا قلنا قدرت أنا أقسم اللي هو إيش؟ قدرت أقسم، طبعاً أنا هنا خربطة في الصفحات بظبطهم أنا. قدرت أقسم اللي هو الباند باس فلتر إلى ثلاث أقسام. كاسكيدد ليش كاسكيدد؟ وظهرنا ليش كاسكيدد الآن. إذن لو باس فلتر، بعديها بيجي كاسكيدد ان سيريز مع هاي باس فلتر اوكي. ويتش وان اخر وحده خليل؟ هذه اوكي، لا موضحه. الان لو باس فلتر وهاي باس فلتر وانفرتنج امبليفاير اللي هو الجين. هذا يا اللي سال، هذا يونيتي، يونيتي الجين تاعه يونيتي صح، وهذا يونيتي، يونيتي يعني الماكسيمم جين تاعه واحد اوكي، يعني 0 دي بي. طيب اذا انت بدك تصمم، احنا الباند باس كلنا او سوري الاكتف فلترز كلنا فيهم ثلاث خصائص، من احد الخصائص المهمه انه ايش؟ انه بيعطيك كنترول اوفر ذا جين، بيعطيك كنترول، يعني بيكبر او بيصغر السيجنال. طيب بما انه هذا يونيتي معناته لا بيكبر ولا بيصغر، هذا يونيتي لا بيكبر ولا بيصغر. طيب وكيف بدك تحصل على التكبير والتصغير؟ بدك تعمل جين، هذا بيعطيك الجين اللي هو البارت الثالث، بيعطيك التكبير او التصغير جين، هذا بيعطيك كنترول اوفر ذا جين. تمام، فهيك كومبليتلي هذول الثلاث بيعطوك باند باس فلتر. اذا سيريز كونكشن اور كومبينيشن او كاسكيدد اوب امبس بيعطوك ايش اللي هو الباند باس فلتر، بيعطيك خصائص الباند باس فلتر. طيب اذا اللو باس فلتر احنا رشحنا اللي هو اللي درسناه في بدايه هذه المحاضره، اول لو باس فلتر.
هاي اللي هو اللي هو السكند فلتر اللي هو ايش الهاي باس فلتر والجين اللي هو الانفرتنج امبليفاير اللي تعلمناه في شابتر 5 هي انفرتنج امبليفاير هذا الانفرتنج امبليفاير اذا 3 ستيجز هلا احنا كلنا حتى اقدر انا لما اصمم قيمه الكباستر وقيمه الار تكون اندبندنت على قيمه الار اللي هون واللي هون لازم يكون عندي اللي هو الهاير كت اوف فريكوانسي هذه ماتش جريتر ذان هذه اللي هي 2 هذه اكبر بكثير من 1 اقدر انا اعمل هذا الديزاين. طيب هلا احنا نيجي ايش نيجي نبلش واحده واحده نتذكر طبعا احنا اشتقينا في المحاضره السابقه اللي هو ترانسفير فانكشن لهذا الستيج هي مقسمها انا اللو باس فلتر كان شكل الفلتر هيك ترانسفير فانكشن تاعه وكان الجين هذا كي تاعه ار2 على ار1 لاحظوا احنا كنا يونيتي جين يونيتي لازم احط بالكلمه يونيتي يونيتي شو يعني يونيتي يعني ما بيكبر ولا بيصغر بافر طيب اذا بما انه يونيتي طيب قديش قديش الجين تاعه هو عباره عن ار2 على ار1 مزبوط هيك اشتقينا المره فاتت طيب ار2 ار1 دي ار ايكوال اذا ار ال على ار ال تعطيك واحد اذا يونيتي طيب والكات اوف فريكوانسي كنا شفناها بالمحاضره السابقه هي عباره عن ار2 في سي ار2 في سي ار2 سميناها هون ار ال والسي سميناها سي ال to indicate that it is for low pass filter طيب نشوف اللي بعديه مين نشوف اللي هو الهاي باس فلتر هاي باس فلتر كان شكله المره اللي فاتت هي شفناه هيك هي الهاي باس فلتر ستيج اوكي الترانسفير فانكشن تاعه شو الترانسفير فانكشن اللي بربط هذا الفي ان او في 1 مع في 2 اوكي هذا الترانسفير فانكشن تاعه اللي هو عباره عن ماينس كي في اس على اس بلس اوميجا سي شفنا هذا هو الترانسفير فانكشن الجنرال فورم فور باند هاي باس فلتر اوكي طيب نشوف هلا كيف الديزاين طلع لاحظوا انه الار 2 والار 1 they are equal طب الجين تاعه كان ار 2 على ار 1 يعني يساوي 1 والكت اوف فريكوانسي هي ار اتش في سي 1 على ار اتش في سي اتش هذا الكت اوف فريكوانسي تاعت الستيج هذه طيب الان نيجي على الجين الجين هذا الانفرتنج امبليفاير هذا انفرتنج امبليفاير انفرتنج امبليفاير الاتش اوف اس تاعته بتقدر تكتبها هيك تساوي كي فقط بيعمل ايش بيعمل ايش جين بيكبر او بيصغر تمام بيكبر او بيصغر قديش قيمه التكبير تاعه ماينس ار اف على ار ان ار اف على ار ان قديش بدك ار اف وار ان انت بتتحكم بقديش تكبر وتصغر السيجنال قديش تكبر وتصغر السيجنال اذا احنا هنا قدرنا نصمم كل واحد لحال كل فلتر لحال هلا جمعهم مع بعض انت سيريز هيك بيطلع معك الاوفر اول باند باس فلتر باند باس فلتر طب نيجي ندرس ايش العلاقه بين في اوت وفي ان في اوت هاي وفي ان يا جماعه كيف في اوت في ان هي تساوي طلعوا كيف هات نكتبها هون كيف اوصل من في اوت لفي ان سمي لي هاي في 1 سمي لي هاي في 2 طيب في اوت تساوي هذا سمي لي يا H gain هذا سمي لي اياه سوري نحط different color سمي لي اياه اللي هو H gain هذا سمي لي اياه H high bass وهذا سمي لي اياه H low bass transfer function لكل واحد منهم اذا V out يا جماعة V out شو يساوي هو عبارة هون V out هذا شو يساوي هو عبارة عن V2 في H gain صح V2 اذا اتش جين في 2 طيب في 2 عباره عن ايش يا جماعه في 2 شو يساوي خلينا نحط اتش جين في 2 شو يساوي وذ ريسبكت تو في 1 هو يساوي اتش اللي هو الهاي باس فلتر ترانسفير فانكشن تاع الهاي باس فلتر في ايش في 1 طيب في 1 شو علاقته مع في ان يساوي اتش جين نفس ما هي في اتش هاي باس فلتر في ايش في ايش؟ في اتش لو في في ان اذا هذه في اوت هلا اقسم لي في اوت على في ان شو بيطلع معك الاوفر اول ترانسفير فانكشن اتش ال في اتش في اتش جين مظبوط وهذا هو الكاسكيد هذا هو الكاسكيد اذا في اوت على في ان تساوي اللو باس فلتر
transfer function مضروب في الهاي باس فلتر transfer function مضروب في الجين transfer function. طيب قديش اللو باس فلتر هيو transfer function قديش قيمته اللي هو الهاي باس فلتر هيو، وبالنسبة للأخير اللي هو مين الجين، هاي الجين اللي هو ماينس R2 RF على RI اللي بنسميه الجين، هذا اللي بيعطيك الجين. ممتاز. هلا كلنا احنا قبل شوية حطينا قلنا انه اللو باس فلتر، اللو باس فلتر بيعطيك WC2 higher cutoff frequency، وهذا بيعطيك lower cutoff frequency، وهذا بيعطيك الجين. ثلاث بارامتر اساسية لبناء الباند باس ترانسفير فانكشن، الباند باس ترانسفير فانكشن. اذا هذول الثلاثة اعمل شوية تبسيط تحصل على هذا الترانسفير فانكشن، اعمل بزيادة شوية تبسيط وزع هون وزع هون، فبيطلع معك الفاينل ترانسفير فانكشن، الاوفر اول ترانسفير فانكشن. هي شكله هي الاوفر اول ترانسفير فانكشن. طيب نيجي نطلع عليه شوي شوي ونقارنه. هلا احنا بنعرف كومون في عندنا موديل لايش، موديل لايش للباند باس فلتر. شو كان الموديل اللي اشتقيناه في محاضره في تشابتر 4 14؟ هي كان الباند باس فلتر ترانسفير فانكشن اللي هو بيتا الباند ويث في اس على اس تربيع في بي زائد بيتا اس زائد اللي هو الريزونانت فريكوانسي تربيع. مظبوط هذا. طيب كيف بدي اوصل هذا لهذا الشكل؟ كيف بدي اوصل هذا الشكل للجنرال فورم للباند باس فلتر؟ اوكي، واحد بيقول يا دكتور نقدر نعمل التالي، اذا تو ميك اتش اس ان ذا ستاندرد فورم، اوكي وي اسيوم ذات السكند كت اوف فريكوانسي ماتش جريتر ذان اللور كت اوف فريكوانسي. هي السكند، وين السكند؟ هيو اوكي، هذا السكند كت اوف فريكوانسي وهذا الفيرست. اذا نفرض انه هذا الكت اوف فريكوانسي اكبر بكثير من هذا. طيب اذا فرضناه نيجي نشوف شو بصير طبيعياته. يعني لما انت تقول بهون، طلع لي هون، لما تقول WC2 much greater than WC1 هذه تقدر تقربها في ايش؟ WC2 تقريبا. اذا صارت عندك مكانها حطينا هون WC2، وظلت عندك، اذا صار عندك الجنرال فورم هذا بيشبه مين؟ الجنرال فورم تاع الباند باس فلتر. اذا that's why we assume، عشان هيك بنسميه برود باند، broad band pass filter سميناه broad band لانه اللي هي second cut off frequency much greater than the lowest cut off frequency. طب انا لو جيت سالتك السؤال التالي، what is the، طبعا انتم متذكرين resonant frequency او center frequency هي ايش؟ الجيومتريك مين اللي هي WC1 في WC2 تحت الجذر. الباندويث تقريبا يساوي قديش عند الفرضيه؟ يساوي WC2 اوكي، وكديش الكواليتي فاكتور اللي هو السنتر فريكوانسي على بيتا. اذا هنا هذا بيعطيك الريزونانت فريكوانسي، هذا بيعطيك الابروكسيميت بيتا. اوكي، اذا حصلنا على باند باس فلتر باستخدام اللي هو البيسك كومبوننتس لو باس وهاي باس، طبعا فيرست اوردر كلهم. اذا نكمل احنا هون نحكي على الباند باس اكتيف فلتر. نكمل اذا هذا اللي توصلنا له اللي هو الجنرال فورم للباند باس فلتر. هلا ممكن واحد يجي يقول طبعا يفكفك هذا المقام ويشوف قديش الروتس تاعته بيطلع معه اللي هو الفيرست كت اوف فريكوانسي او سكند كت اوف فريكوانسي، الفيرست كت اوف فريكوانسي والجين بيطلع هيك. طيب كيف بده يحصل على الجين؟ كيف بده يحصل على الجين؟ بروح بيعوض، بدك تثبت انه الجين يساوي ار اف على ار اي. كيف بدك تثبت انه ار اف على ار اي مع بعض؟ كيف نثبت انه ار اف على ار اي؟ بروح بعلى الترانسفير فانكشن هذا، بوجد قيمته عند مين؟ عند الريزونانت فريكوانسي. قديش الريزونانت فريكوانسي؟ اللي هي وجذر اوميجا سي 1 مضروبه في اوميجا سي 2. اذا طلع عندي كي ار اف على ار اي او الكي بكون عندي مضبوط حلنا. طيب نيجي هيو، هاي الماجنيتيود تاع الترانسفير فانكشن، هاي الماجنيتيود الابسوليت فاليو اوف اتش او جي اوميجا، هاي كتبته هيك تمام. لاحظ انه عوضت محل جي اوميجا محل اس، كل محل اس عوضت انا جي اوميجا، محل اس كله جي اوميجا. افتح هذا وعوض محل الاوميجا باوميجا نود، فصار عندك ماينس اوميجا نود تربيع في اوميجا سي في اوميجا نود جي واتيفر. هلا بدي الماجنيتيود الابسوليوت الماجنيتيود هاي صح. طيب شو هو الماجنيتيود للبسط؟ اللي هو هذا الماجنيتيود، هذا ايماجينري بارت، فبصير سوري بدون الماينس، هاي الماجنيتيود، هاي الماجنيتيود صح. طيب شو هو الماجنيتيود للمقام؟ الماجنيتيود للمقام بنلاحظ انه هذا زائد هذا they are the real parts، وهذا الايماجينري بارت، هذا الايماجينري بارت. بنعرف كيف الكومبلكس نمبر كيف موجود له الماك الماجنيتود تاعه،
نعرف كيف الكومبلكس نمبر نزل الماجنيتود تاعه. فبنلاحظ انه على طبعا قسمت على هذا الماجنيتود اوجدته على الماجنيتود تاع المقام، والماجنيتود تاع المقام هذا بيكنسل مع هذا، بضل عندي الماجنيتود لهذا الايماجينري بارت بضل اوميجا سي 2 في اوميجا، هذا مع هذا وهذا مع هذا، فبيطلع عندي قديش قيمته عند الاوميجا نود اللي هو نفسه الجين. مظبوط، هذا بس للاثبات مش اكثر. ناخذ اكزامبل على البرود باند اوب ام، خلينا ناخذ اكزامبل على برود باند اوب ام. ديزاين ا برود باند اوب ام فلتر سيركت فور ا جرافيك equalizer to provide an amplification of 2. اذا هذا application اوكي، بده قديش الامبليفيكيشن؟ بده k equal 2 يكون التكبير تاعه 2 within the band of frequencies من 100 هرتز الى 10000 هرتز. طيب اول شيء يا جماعه بدنا نفحص اذا انه برود باند ولا مش برود باند، بنفحص تيست WC2 هل هي much greater than WC1 او omega C1. نعم it is much greater، اذا هو برود باند. طيب نشوف الكات اوف فريكوانسي الاول، الكات اوف فريكوانسي الاول هو 2 باي في اف سي 1. ليش 2 باي في اف سي 1؟ لانه هو معطيني هون 100 هرتز، حتى احولها لراديان بير سكند بضرب في 2 باي. نشوف الكات اوف فريكوانسي اللي هو 2 باي في 10000 راديان بير سكند. ممتاز. هلا الخطوه الاولى اذا بدي انا اصمم الكات اوف الاول، اوكي هاي الاول وهي الثاني دبليو سي 1 دبليو سي 2. طيب دبليو سي 2 كنا بناخذه من هاي باس فلتر، WC2 بناخذ من low pass filter. low pass filter هو عباره عن RL cut off frequency RL 1 على RL في CL. اوكي اذا بدي RL انا طبعا هو بقول لنا use يا جماعه use الكاباستر، وحد الكاباستر commercial available اللي هو 0.2 microfarad. ثبت ايش الكاباستر فاليو، ثبت الكاباستر فاليو، اذا بتقدر بسهوله توجد RL بتطلع 80 اوم. بضل عندك اللي هو من الكات اوف 1 بتروح بتوجد الR high high frequency او بتاعت الهاي باند فلتر، توجد الار على طول تطبيق مباشر في الـ في الـ في الـ في الفاليوز. والجين هو عباره عن ار اف على ار اي. طيب ار اف وار اي مش معروفات، بثبت واحده منهم، بثبت اذا يو كان تشوز اربيتلري مثلا ار اي تساوي 1 كيلو، بختار انه ار اي تساوي 1 كيلو، فبتطلع ار اف تساوي 2. ليش 2؟ لانه بده الجين يساوي 2، فبيطلع عندي 2 كيلو اوم قيمه الار اف. إذن الفاينل ديزاين يا جماعة هيو، لاحظ إنه هذول يونيتي. ليش يونيتي؟ لأن هذول إيكوال حسبناهم، أوكي، وهذا يساوي هذا يونيتي برضه، وهذا اللي بتحكم لي في التكبير. إذن هذا بيعمل لي الكي، هذا بيعمل لي دبليو سي 1، هذا بيعمل لي دبليو سي 2، فأوفر أول بتحصل على باند باس فلتر برود باند. طبعا بهذه الطريقه برود باند. انا الشغله اللي بدي اياها مهمه يا جماعه، انه هذا مش ذا اونلي ديزاين يو كان اوبتين فور باند باس فلتر، يو كان اوبتين ميني ميني باند باس فلترز. يعني حتشوف انت لو تبحث اكتب على جوجل باند باس فلتر يوزنج اوب ام، حتشوف كثير كونفيجريشنز كثير، ولكن احنا درسنا هون البيسك، درسنا البيسك تمام. هلا يو نيد تو فيريفاي ذات، فيريفاي ذات ذا ماجنيتود اوف ذيس سيركت ريدوسد باي 1 اوفر سكوير روت اوف 2 ات بوث كات اوف فريكوانسيز. اوكي تاكد لنا انه بالفعل عند الكات اوف فريكوانسيز الماجنتيد ريسبونس بينزل الى 1 جذر 2. هلا نروح على الهاير اوردر اوب ام، نروح وين؟ على الهاي اوردر اوب ام فلتر. هلا بنفس الطريقه، بنفس الطريقه بدنا نروح ندرس مين اللي هو الباند ريجكت فلتر، الباند ريجكت active band reject filter. طيب كيف ندرس الباند active band reject filter؟ again among many band reject filters في كثير band reject filters our initial approach البسيط motivated by the body plot. نشوف كيف البودي بلوت، لاحظ انه البودي بلوت انت هي مش هيك بيكون الباند الباند reject filter. اوكي band reject within this band within this band sorry within this band you reject the signals and you pass the signals outside this zone. هذا signals you will pass it. طيب لو طلعنا عليه احنا مثلا رسمنا الماجنتيود ريسبونس ان دي بي، هي الجين وبتنزل 3 دي بي عن الجين الماكسيمم جين، فبيطلع عندك الكت اوف فريكوانسيز، بيطلع عندك الكت اوف فريكوانسيز. لو طلعنا يا جماعه مثلا لو طلعنا على دبليو سي 1، شايفين هاي دبليو سي 1، دبليو سي 1 في مين ضربه؟ في شيء ماخذ شكل اللو باس فلتر، اذا بقدر استخدم لو باس فلتر تو اوبتين تو اتشيف الكت اوف فريكوانسي. طيب حتى احصل على الكات اوف فريكوانسي اللي هو الهاير
بقدر استخدم هاي باس فلتر، هاي باس فلتر بيعطيني الكات اوف 2 هاي. اذا within this band بقدر انا اعمل ريجكت للسيجنال within this band we can reject. اذا I can use high pass filter, low pass filter. طيب both I will use them unity. طيب حتى احصل على الجين هذا بدي استخدم كمان جين، بدي استخدم جين، مظبوط بدي استخدم جين. اذا بهذا الشكل، اذا three components unity gain low pass filter with cutoff 1, unity gain high pass filter with cutoff 2 والجين كومبوننت. اذا ثلاث اجزاء لبناء اللي هو الاكتيف باند ريجكت فلتر، ثلاث اجزاء. اذا كمان مره، since there are three components do not combine additively on the board plot, okay, they cannot be cascaded in series. بهذا الشكل ما بقدر استخدم الكاسكيد. لو انت جرب خذ الكاسكيد، اذا حطيتهم ان كاسكيد واحد حيقطع والثاني ما حيقدر يتصرف. instead اذا we use parallel connection and summing amplifier. بدل ما ناخذ الكاسكيد كومبينيشن ناخذ parallel connection وسامينج امبليفاير. والسامينج امبليفاير متذكرين في chapter 5 شو السامينج امبليفاير. Again, it is assumed that the two cutoff frequencies are widely separated. ليش widely separated؟ We can obtain broadband band reject filter. والassumption كان انه ال higher cutoff frequency much greater than اللي هو lowest cutoff frequency. وهذا بيساعدني to design each component independently. بقدر انا اتصرف واصنع وايش اوجد كل component independently. بقدر اوجد كل component independently. طيب لو نيجي نطلع على البلوك دايجرام، لو اذا عندي لو باس فلتر ان بارلل مع هاي باس فلتر وبيجوا على اللي بيعطيني جين اللي هو ايش، اذا هذا بتعطيني لو باس فلتر بيعطيني الكات اوف 1 وهذا بيعطيني الكات اوف 2 الهاير وهذا بيعطيني الجين، هذا بيعطيني الجين. اذا هذول الثلاثه بيسك فلترز اوكي اوب ام فلترز بيعطوك الاوفر اول ريسبونس يكون باند ريجكت فلتر. ممتاز. طيب اذا طبعا متذكرين اللو باس فلتر هي شكله، الهاي باس فلتر، الهاي باس فلتر يا جماعه هي شكله قبل شوي استخدمناه، وهذا هذا بالنسبه له هي الديتيلز تاعته اللي هو الترانسفير فانكشن تاعه، وهذا هي الديتيلز تاعته الترانسفير فانكشن تاعه اللي شفناهم في المحاضره السابقه والمحاضره اليوم، وهذا اللي هو السامينج امبليفاير. سوري نغير الكلر، هذا اللي هو بالبينك، هذا السامينج امبليفاير، هذا السامينج متذكرين كيف بيطلع علاقه الاوتبوت مع الانبوت، بيعمل سميشن. مش كنا احنا الاوب ام بنقدر، ليش سميناه اصلا اوبريشن امبليفاير؟ بيكوز يو كان اوبتين اول ذا اوبريشن ماثيماتيكال اوبريشن سامينج ديفيجن انتجريشن. فاحنا استخدمناه قبل هالمره وشفنا انه هذا الكونفيجريشن، ارجع لشابتر 5 ات ويل جيف يو ذا ريليشن في اوت وذ في انبوتس تو انبوتس، حتكون انفرتنج Inverting summing amplifier. طيب هذا كل ما شفناه. هلا بما انه عندك inverting summing amplifier، اذا you can say that the overall response هو عباره عن تعوض محل في اوت 1 هنا وفي اوت 2، حيطلع معك انه ايش؟ اللي هو الهاي باس اللور باس فلتر زائد ترانسفير فانكشن اوف ذا هاي باس فلتر مضروبات بالجين. اوكي بيكوز سميشن ايزلي يو كان اوبتين ذس وان ايزلي مثل ما احنا عملنا بالفلتر اللي قبله. الان قديش الترانسفير فانكشن تاع اللو باس فلتر هيو، قديش الفانكشن تاع الهاي باس فلتر هيو، وهي الجين. اوكي بس وحد المقامات، وحد المقامات فبيطلع معك هذا هو الترانسفير فانكشن الاوفر اول ترانسفير فانكشن. هلا بدنا نتذكر سوا يا جماعه انه هذا الاوفر اول ترانسفورميشن ما بيشبه الباند ريجكت فلتر. حتى تحصل على الباند ريجكت فلتر يوز ذا سيم اسامبشن اللي هي السكند كات اوف فريكوانسي ماتش هاير ذان اللوست كات اوف فريكوانسي حتى تحصل على هذا الشكل، قريب من هذا الشكل تمام، اللي هو الباند ريجكت فلتر. وبناء عليه بيطلع عندك اللي هو اللور كات اوف فريكوانسي اللي هو 1 على ار ال سي ال، والهاير كات اوف فريكوانسي 1 على ار اتش CH. Then R. Then again, using the same assumption, you can say that these are the two cutoff frequencies. All right. Then again, this is the transfer function. And you can show that. You can show that. طبعا هي الباند ريجكت شكله.
لازم نعرف انه بيعطينا الماكسيمم وين عند الفريكوانسي اللي بتروح على الانفينيتي والفريكوانسي ايكوال زيرو. اذا اذا بتعوض اللي هو الجي اوميجا تروح على الصفر صفر او تروح على الانفينيتي you will obtain that عوض هون بس في هذا transfer function عوض you will see that the maximum gain will be rf على ri اذا you control the gain you have the access over the control. تمام. الان برضو you can say that نرسمه كمان مره هيو هي الريسبونس. اذا بدك تشوف مثلا cut off frequencies you need to prove that the cut off frequencies they are here. ها بدك تشوف الماجنيتيود واحد على جذر اثنين من الماجنيتيود بيعطيك ايش الكات اوف فريكوانسيز. طيب اذا بدك تشوف كمان الماكسيمم او بدك تشوف قديش قيمه الريزونانت فريكوانسي اللي هي اوميجا نود هون بتعوض في الترانسفير فانكشن عند اوميجا نود. واوميجا نود هي جذر الاوميجا سي 1 على اوميجا سي 2 بتعوضها تعويض مباشر. هتشوف انه قديش اللي هو القيمه عند شو اسمه. تمام. طبعا هي ليش لو راح تطلع هاي عندي ليش لو لانه هذا المقام هذا اكبر بكثير من هذا. مزبوط اكبر بكثير. يعني لو كان 10 اضعاف او 100 ضعف فاذا قيمه الماجنيتيود بتكون مينيمم. اوكي اذا از اوميجا سي 2 ماتش جريتر ذان اوميجا سي 1 اذا هذا ابروتش تو زيرو. اذا عند النوتش عند مسميها هذا السنتر فريكوانسي بيكون المينيمم ايش المينيمم ريسبونس تقريبا صفر. ليش؟ لانه كمان مره اوميجا سي 2 ماتش جريتر ذان اوميجا سي 1. تمام. اذا هون نهايه بالديزاين يا جماعه يو هاف 6 انونز اللي هم سي ال سي اتش ار ال ار اتش ار اي ار اف. عندك 3 ايكويشنز بدك تفرض اللي هو الكاباستر سي ال وسي اتش. بتشوف الكوميرشال افيلبل كاباسترز استخدمهم وبدك تفرض ار ان او ار اف. اذا بدك تفرض الثلاثه وتوجد ثلاثه باستخدام الايكويشنز لا اللي هو الاوب الباند ريجكت او الباند باس فلتر. حتى هلا اخر توبيك في هذا اللي هو الهاي اوردر اوب امب فلترز. طبعا الهاي اوردر قلنا يا جماعه احنا درسنا سبيرست اوردر. طب شو ليش بحتاج انا الهاي اوردر؟ لانه يا جماعه الايدل شكله هيك بيكون عند الكات اوف فريكوانسي شارب حاد جدا. تمام. هلا احنا حتى نصل الايدل we can do it we can obtain it easily by using higher order of amps. طب كيف بوصل انا بستخدم higher order circuits؟ بستخدم مثلا بدي high order low pass filter بستخدم cascaded low pass filters in series. طيب اذا اخذتهم انا unity طبعا هذا transfer function تاع الاول هذا ضرب transfer function تاع الثاني up to n. طبعا هذا ال n الاوردر مش معقول high order. يعني لو كان عندك two transfer function two low pass filter in second order transfer function هو number of balls 2. مظبوط. اذا طب كيف بينعكس هذا على البيرفورمانس؟ طلع كيف بينعكس. هيو هون طبعا 0 دي بي الماكسيمم لانه يونيتي انت عندك. اذا هذا الخط شايفينه بالاحمر هذا بيعطيك الفيرست اوردر ريسبونس. طب لو استخدمت 2 كاسكيد ريسبونس هيعطيك اللي بالازرق. شايفين صار يعمل شارب اكثر. طيب لو انت استخدمت ثيرد اوردر هيعطيك اللي بالبينك هذا. طيب كيف بينعكس هذا الكلام على الكات اوف فريكوانسي؟ خذ 3 دي بي من الماكسيمم هتلاحظ انه الكات اوف فريكوانسي بتتغير لانك انت بتعمل مور شارب ان قاعد الكات اوف فريكوانسي بتنزل. اذا انت يو كان اوبتين هاي اوردر باس فلترز اور هاي اوردر فلترز من كاسكيد كونكشن اوف يونيتي فلترز. تمام. تقدر تحصل على الانث اوردر انث اوردر اور انث اوردر فلترز. واهميتهم قلنا انه احنا بنحصل على شيء قريب من الايدل. طبعا ما بدنا اياه شارب لانه ما بنحب الشارب اللي هو الديسكونتينيوتيز ولكن بنحب ايش الكونتينيوتي. طيب بهذا الكم نكتفي بالنسبه لتشابتر 5 ويعطيكم العافيه.